إلى الرأي العام الإنساني باسم أمهات السلام بحلب بجهود وعظمة روح الأمهات واصلت البشرية تقدمها نحو بناء كيانها الاجتماعي الراقي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، رغم ظهور بعض العراقيل التي واجهتها البشرية من طرف بعض الأنانيم التي تحولت فيما بعد إلى مجموعات مرتزقة عالمية، إلا أنه استطاعت البشرية على تطوير وتشكيل ثقافة إنسانية عظيمة لا يمكن تجاوزها بسهولة، كونها أصبحت ثقافة مقدسة ترمز إلى زرع الأمل بشكل دائم في حياة البشرية وتحمي كرامة الإنسان خصوصا في هذا العصر. إذن نحن الأمهات نتمنى أن يسود السلام والمحبة الأخوية على أساس ترسيخ روح التشاركية بين جميع الأمم، ونرى أن الأهمية التاريخية للنصر العظيم الذي حققه شعبنا في روج أفار وشمال شرق سوريا على داعش، فعلى الرغم من أن بعض القوى التي لم تتحدث علنية ضد داعش واتخذت أساليب غير منسقة، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أثبتت دورها في حماية الشعوب المنطقة من الهجمات، لذا يتم تهنئتهم حتى يومنا هذا لنضالهم الناجح والموحد ضد هذه المؤامرات الكبرى. لذا تتعمد الدولة الفاشية القرآنية في ضرب كل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية بعرض الحائط. نحن الأمهات السلام في حلب ندين ونستنكر مرة أخرى كل أنواع الهجمات الغير الأخلاقية للحكومة التركية وأعوانها الخونة، ونعتبر كل من يساند هذه الذهنية الشوفانية إهانة القيم والكرامة شعوبنا. وأيضا نناشد القوى العظمى الراعية للسلام، ونناشد كل المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان للقيام بواجبهم الإنساني لوقف هذه الجرائم والتهديدات الشبه اليومية بحق شعبنا، وندعوهم إلى تقديم العون والمساعدة لإيجاد الحلول الضرورية للقضايا العادلة.